مظالين بالضيم، لا عندنا مصرف لا هذا. تعالي تعالي ما عندنا يتامى والله خير البصرة ماكو حجي ايش نسوي؟ وعلى هسه خذيت يدي ما تبيعن وعديت. عندي ملابس ذبيحين ما اشترون ورجعت لليتامى. اي والله. ما يعني تجين هنا تبيعين ملابس قديمة؟ اي والله اي والله ما حد خذاهن رجعن. جيتي ما قدرت تبيعين ورجعت؟ اي والله. والله يتامى عندي. هسه من الناس اطتني. اي والله. اي والله. يعني هاي يعني بس اريد نوضح للسادة المشاهدين، الحجية عندها ملابس مستعملة جايدة تبيعين، هذا حال الزبير عن مود توفر لقمة عيش لعائلتها. يعني دعوة، أولا دعوة لميسور الحال من أهالي البصرة، يعني أهالي البصرة من نواب من النواب بشكل عام من محافظة البصرة، الالتفات لمثل هذه الحالات. الحجية تقول عندي أيتام وما عندي معيل وجاية أبيع الملابس اللي عندي حتى أوفر يعني حقيقة لقمة أو وجبة طعام لهم. حجية ماكو حد يعينك؟ ما عندي حد. وين رايحين حجية عيالك؟ أبونا مات رجال كبير ومات. ظلينا. ظليت وين؟ الله يكون في عونك.